هلا بامكان ان نطلع على حالتين. اول شيء راح اطلع على الحاله اللي هي التوركس اللي مطلوبه، هلا هون انا مش حاطط بيلود، ما في بيلود على هذا، فهذا الروبوت عمال بيتحرك بدون بيلود، ما فيش بيلود في التول. فهاي هي التوركس المطلوبه للجوينتس السته خلال فتره الترانزيشن، خلال فتره الباث هاي توصل مثلا 51 نيوتن متر. هلا راح اغير هذول اللودز وراح اضيف بيلود على التول، فراح احط في التول وزن، والوزن راح يحمله الان هو 2.5 كيلوغرام. فهذا الانستركشن الان بقول انه بدي اضيف لهذا الروبوت بيلود مقداره 2.5 كيلو، لكن السنتر اوف ماس تبع هذا الاوبجكت ما بقدر هذا الاوبجكت احطه بحيث انه السنتر اوف ماس تبعه يكون هون، لازم يكون السنتر اوف ماس تبعه مزاح، لانه اللي يكون له مساحه له فوليوم. فهاي رح تكون الازاحه هاي بالزد هي 0.1، فهاي بعيده 10 سم، المركز تبع هاي القطعه اللي موجوده هون السنتر اوف ماس تبعها 10 سنتيمتر بعيد عن الزد، على الاكسس الزد تبع التوب، حتى يقول لي لانه بيختلف اذا كان السنتر اوف ماس مش معقول تكون مركزه في نقطه، فلازم تكون مزاحه مقدار 10 سم هون. فهذا الانستركشن الان راح يضيف بيلود مقداره 2.5 كيلو لهذا الروبوت، وراح يكون المركز السنتر اوف ماس تبعه بالنسبه للاوريجن تبع التول مزاح بمقدار 0.1 اوف متر. هلا هون راح ارد مره ثانيه احسب التوركس المطلوبه بحاله وجود هذا البيلود. راح اسال الان نفس السؤال مره ثانيه ردينا سالناه، وهلا بنقارن ما بين الاثنين، هذا اللي هون اعطاني التوركس المطلوبه بحاله وجود بيلود. اللي بتطلع هون رح تلاحظوا هلا هذول الارقام بتغير، اذا قارنا الرقمين ببعض رح اخذ هلا كيو نو لود وكيو لود، بنحاول نقارن الرقمين الان. اذا بتطلع الان على كيو نو لود مثلا هون عندي 37 52 بينتهي ب 31 مثلا اخر شيء، مباشره اول رقم اللي كان 37 زاد ل 48، هذا 37 هذا هون صار 48، فوجود البيلود 2.5 كيلو رفع التوركس المطلوبه، ولما بدي اصمم بدي اصمم على بيلود معين. نفس الشيء الرقم الثاني مثلا هون 52 صار هون 64، فواضح انه التوركس اللي هون زادت، حتى التوركس اللي هون راح تزيد لانه راح يتحرك، راح يحرك ثيتا 1، هو بحرك ثيتا 1 راح يصير في ارقام اعلى هون من الارقام اللي كانت موجوده هون. فهذا استطعت الان احدد شو البيلود وعلى اساسه اطلع التوركس الجديده اللي موجوده هون. اذا طلعنا مثلا هاي 0.2628 وهون مثلا 0.62، فالارقام هون ارتفعت عن الارقام اللي كانت موجوده تحت من هون، يعني واضح الارقام هاي التوركس اللي هون اقل من التوركس اللي موجوده هون، وهكذا في توركس ما اثرت بالحالتين بالطفيان. اوكي ماشي، واضح هذا هون.